مرحبا بنات، كيفكم؟ ان شاء الله كلاتكم بخير. اليوم عندنا الحلقة الثالثة من سلسلة رمضان مبارك، فهيك بترككم مع الفيديو وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. خلينا نلوت هذا الصندوق. اخيرا قدرنا نحصل حتى ولو باندج واحد نعبي دمنا، وهلا صار لازم نروح نفتح البطاقة الخضراء. شلوني معكم بالله بالركض بين كل هالزومبي؟ هذا الزومبي ابو تفلة شو عم بيسوي هون يا اخي؟ شقد اكرهه، لازم اقتله لهذا الزومبي. ولا طلع في ألف واحد وراي، يا حبيبي لازم نتخلص منهم. والله خلينا بس نتخلص من هدول الزومبي النفايات، بعدين راح نفتح البطاقة الخضراء. هي هذا البيت اللي على يميني. اوكي حلو، والله حصلنا بطاقة صفراء. طبعا هذا هو كل اللوت اللي حصلناه حاليا. يا شباب انا تعبت، صار لازم اطلع من اللعبة، فلذلك يا شباب لازم انا هلا اروح ابتعد من هاي المنطقة وابني لي مربع مشان اتخبى فيه. يب يا شباب ليكني رجعت لكم، بس هلا لازم ارجع اشوف اذا البطاقة الخضراء رسبنت ولا لا. في حالة اذا البطاقة الخضراء رسبنت لازم اروح والوتها ضروري، لانه هذا اللوت راح يفيدني. طبعا هدول الزومبي والبوتات هنن عذاب بالنسبة لي، عن جد عم بيعصبوني لغير ما اجي انا افتح بطاقة. يعني هيك يجي الف زومبي يلتم عليك وبدك ساعة يلا تروح تقتله انت كمان، خاصة اذا ما معك سلاح وعندك بس سكين وسهم. طبعا يا شباب هلا صار لازم اروح اروض لي حصان، لانه بدون حصان هلكت بالمشي طبعا. فلذلك يا شباب هذا الحصان راح يساعدني انه اروح ازور باقي المناطق مشان اقدر افتح البطايق واجمع اللوت. انا وعلى طريقي كنت عم بدور على حصان، فلقيت هدول الغزلان، قلت الا اجي ازعجهم شوي. طبعا بعد ركض لمليون سنة اخيرا لقيت هذا الحصان، بس ما بدي اياه يهرب، فخلينا هيك بربط حين وان شاء الله اقدر اروضه. بعد ما الحصان هذا فلت مني شي 4 مرات، المرة الخامسة امسك هذا الحصان مشان اروضه. طبعا حاليا صار لازم نروح للمنطقة اللي بعدها مشان نفتح البطاقة الخضراء، ولكن شوفوا هالمناظر الحلوة اللي معي. واو يا الأشجار، بس والله العظيم يعني واقعية للنقع هاي اللعبة.
طبعا يا شباب، انا شفت هذا البيت على طريقي، قلت لازم اجيكوا لهذا البيت لانه مبين عليه فول ليج. طبعا بلش راس المدينة يبين يا شباب، فكل اللي بتمناه حاليا انه تكون البطاقة الخضراء ام راس بني. طبعا والله ما توقعت انه نحصل على سلاح الاس ام جي، رغم انه البطاقة الخضراء ملوتة، بس احنا محظوظين يعني. طبعا يا شباب اللعب تبعي المي تبعه ناقص، لازم اشرب مي، وهلا لازم افضي هذا اللوت اللي معي. ان شاء الله يكفيني المكان اللي بالصناديق لانه انا ايدي فول لوت، واذا ما كفانا مكان اللوت اللي بالصناديق لازم اصنع لي صندوق تاني. ويب يا شباب مثل ما توقعت لازم لي لسه اصنع صندوق. طبعا صار لازم نستلم السكراب تبع المهمات اليومية. يا شباب لازمني شوية حديد، فلذلك لازم نحرق الحديد. انا بدي اتعلم الاس ام جي ولكن ما بعرفش قد التكلفة، فلذلك لازم نصنع هاي الطاولة اللي بنقدر من خلالها نتعلم الاسلحة. وهلا مع بعض كمان بنشوف انه الاس ام جي اشقد سكراب بده مشان نتعلمه. طبعا الاس ام جي بدها 375 سكراب مشان نتعلمها، وما متوفر عندي هالكمية من السكراب. بس قبل كل شي يا شباب، بيتنا ضعيف، خليني افضي هذا اللوت، وهلا لازم اروح افرم خشب وحجر مشان نكبر البيت تبعنا. وتاني هدف لنا كمان غير تكبير البيت هو انه نصنع مزرعة لنا مشان نقدر نصنع الكثير من الباندج والدم. اخاف يلزمنا شوية جلد وعظم بعدين، فلذلك خلوني اقتل هدول الغزلان. ويلا يا شباب هيك بيكون انتهت حلقتنا لليوم، فبالحلقة الجاية ان شاء الله راح نصمم البيت تبعنا، وانتو كمان اكيد بدكم تشوفوا شو التصميم اللي انا راح اصممه للبيت تبعي. فهيك بترككم في امان الله، والسلام عليكم.